محمد الحميلي ضيفنا الليلة في لوكيشن متحف طارق رجب. قواكم الله يعطيكم العافية. كل من يشوف فقرة لوكيشن معاكم أخوكم محمد الحميلي. الحين أنا موجود بالجابرية قدام متحف طارق رجب أو متحف طارق للراحل طارق رجب. هذا المتحف أنا أول مرة أدري عنه قبل الله نصور هذا الفيديو. طلع والشغل اللي داخل وايد عالي. أنا زعلان ليش أنا من زمان ما أدرنا أننا بالكويت متحف مثل هذا المتحف. أنا شخصياً قاعد أتكلم. خلينا نشوف جولة في متحف طارق. حياكم. متحف طارق رجب وهو متحف كويتي يقع في منطقة الجابرية، تم افتتاحه عام 1980. طبعاً بداية الدخول أنت فجأة من الجابرية للعصور القديمة. بأخذ لكم جولة وبحاول أغطي تغطية شو الأشياء اللي أقدر أنقلها لكم. لاحظوا أنا موجود في سرداب بيت الراحل طارق رجب. أنا هذا الستايل اللي موجود ما أدري ستايشن أو إنه يعود إلى أي عصر أو أي تاريخ. قالت تحت مكتوب بيت لحم فلسطين. الله خناجر يمنية. وصلنا حق الشيء اللي أنا حلمي ألبسه من أيام الرسوم المتحركة، الدرع. أو تظن في درع مكتوب عليه طبعا ديتيلز هو يعود لأي سنة ولأي دولة. النقشات هذه دائما نشوفها في الطراز الإسلامي ويسمونه العثماني بالمباني، يعني في مبنى وفي صحون ماخذ نفس الطراز نفس الشيء. هذا الإرث العربي والإسلامي والتاريخي من كل العالم. يعني أنا بالي أول ما دخلت أنه هو بس عربي وإسلامي، لكن اكتشفت أنه في كورنرات حق كل العالم. أشياء داخل المتحف لو أنت ما عندك خبرة حلو انك يكون عندك نظرة او عندك المام بسيط في هذه الاشياء. طبعا بعد ما شفنا الاواني انا وانا داش طلعت على مكان هناك غريب. بنروح نشوف الحين شنو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هني في مصاحف وايد راح نشوفهم باللقطات. في ما شاء الله هني مصحف وايد عود ومؤلف بالزجاج، مصحف شريف بخط غلام محي الدين قريشي، كتبه في 14 من شهر صفر سنة 1223 هجرية الموافق 1808 ميلادي. يعني هذا من 1808 ميلادي هذا المصحف الشريف. حسيت وأنا بين المصاحف إن إيش كثر كان المصحف عزيز. طبعا هالآلات كلها أشوفها الحين بس مطورة، العود، الكمنجل، الربابة، الأشياء هذه أتوقع الربابة يتبعتها ذيلا، أتوقع ما أدري إنها آلات. ما أخذ ربابة ما أكتب هذا الربابة اللي هي فهمتوا أمهم فهم أمهم اللي طالع يستمتع زين. شيء وايد قوي. أنا عندي شوي موسيقي فأحب أنا الآلات الموسيقية، العود، الإيقاع، الدنبك يسمونه أنا الطبل، وهذا الطبل العود و مثلاث اتوقع اسمه هذا مال العرضه طنق طق طنق. انت شكلي بقعد هني ولا اقول لكم لا نكمل جوال. وايد حبيت الموضوع. مجرد الزياره له، مجرد ما تشوف الاشياء الموجوده تعطيك بعد كبير حتى في مستوى التفكير. طبعا هني السكشن موجود، سكشن الاسلحه واكسسوارات الاسلحه. وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الجولة. حتى الباب هذا اللي حطينا ذهبي وغريب. أنصح الكل يزور متحف طارق رجب. مشكورين على هذه الاستضافة وهذه الزيارة. إن شاء الله تكونون استفدتوا منها. أخوكم مقدم هذه الحلقة محمد الحميلي. سلام.